مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه البحر، بنرحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم الطبيب. الحقيقه مشاهدينا فقرتنا النهارده مهمه جدا جدا لانها بتخص شريحه كبيره جدا مننا. هنتكلم عن السمنه، هنتكلم عن الامراض اللي بتسببها السمنه، لان احنا خلاص في الفتره الاخيره اتاكدنا تماما ان السمنه ام الامراض، السمنه كابوس العصر، ما بقتش مرض العصر، لا دي كابوس العصر، بتسبب امراض كتير جدا، القلب، الضغط، السكر، الام في المفاصل زي ما قلنا كتير قبل كده. كل ده راجع لايه؟ ان الناس مش قادره تتحكم في الشهيه بتاعتها، غصب عنه عايز ياكل 24 ساعه، عايز ياكل بينقنق دايما زي ما دكتور احمد بيقول، بيجي عليه مثلا بالليل وجبته الاساسيه، مش قادر يتحكم في نفسه. عشان كده هنركز على الناس دي النهارده، هنركز على الشريحه اللي ما بتقدرش تتحكم في نفسها يا مروه. خصوصا بقى رنا في شريحه ثانيه انت نسيتيها، الناس اللي عملت انظمه كتير جدا وفشلوا رجيم وطبعا بتتناول ادويه والوصفات اللي احنا بنشوفها على النت 24 ساعه، الناس دي مش ما بتفقدش وزنها، بالعكس هي ممكن تزيد اكتر، ممكن بتتناول كمان اي ادويه، بتبقى ليها مخاطر كبيره جدا عند الناس اللي بيعانوا من امراض تانية. لان طبعا كلنا عارفين الناس اللي بيعانوا من امراض السمنه بيبقى عندهم امراض تانية كتير جدا. ممكن طبعا انظمه الرجيم معاهم دايما بتعتمد اكتر على الحرمان، دايما بيحرموا نفسهم من اكل كتير جدا، ودايما المريضه بتبقى عايزه توصل لنتيجه اكتر فتحرم نفسها خالص من الاكل ده، ممكن يسبب لها مثلا هبوط، ممكن يسبب لها انيميا، مشاكل كتير جدا احنا في غنى عنها النهارده. هنتكلم بالتفصيل عن دور الالياف الطبيعيه وازاي جابت نتائج فعاله وكبيره جدا مع كل المرضى. خلونا الاول نرحب بضيفي وضيفكم اللي دايما بيضيف لنا كل جديد، ضيفي وضيفكم النهارده هو دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه وايضا عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه. منورنا يا دكتور احمد. ربنا يخليك يا مروه. منورنا سلسله حلقاتنا عن السمنه ما بنشبعش يعني دايما من حضرتك، ودايما عندنا اسئله كتير جدا عايزين نقولها لحضرتك. ما بنشبعش، احنا عايزين نشبع. لا احنا عايزين نتكلم عن لا انت مش متخيل اهم حاجه بالنسبه لنا الشبع، يعني النفسيه بتتاثر ازاي من الناس السمينه قوي نفسيتها، مجرد ما تبص لنفسها في المرايه هي كارهه نفسها وكارهه حياتها وكارهه تخرج. طبعا طبعا طبعا. وعايز اقول لك بقى مش من غير مقاطعه، دايما المريض عايز حد يوجهه، حد يشرف عليه، فانت اقعد معانا 24 ساعه. انت قلتي حاجه مهمه جدا في الانترو، هو فكره الانظمه اللي بتسبب هبوط في الضغط وانهيار في الصحه، واللي احنا يمكن عشنا عمر كامل معتمدين عليها. طبعا معتمدين على ادويه ومعتمدين على انظمه حرمان. تلاقي الست مجرد ما تبتدي الدايت بتاعها هي تفطر الصبح علبه زبادي وتتغدى تفاحيه وتتعشى موزاي، زي ما قلنا بقى على اخر اليوم او رجيم الموز، ما تاكلش بقى ايه التفاحه، لا ناكلها بقى نص، ناكل نص الزبادي. لا لا ده بتجود. رجيم الموز بقى طول اليوم موز، رجيم الميه طول اليوم ميه، رجيم التمر طول اليوم تمر. والعلبه تلاقيها فيها ثلاث اصناف ادويه هي عماله بتستخدمهم وتنزل في الوزن. يعني وتنزل في الوزن. طبعا نزول الوزن كان بيبقى بيصاحبه انهيار في الصحه مع اكتئاب مع مشاكل، وكان دايما الكيماويات دي كلها كانت بتسبب مشاكل بعد كده على المدى الطويل. ويمكن زبايننا كلهم او مرضانا كلهم في عياداتنا النهارده، عيادات السمنه، هم اللي كانوا بيستخدموا ادويه في وقت من الاوقات، وكانوا فاهمين ان انا اكل اي حاجه واخد الدواء هو اللي هيحفز ويخلص الموضوع. الدواء الكيماويات ليها طبعا تاثير، واغلبها اصلا دلوقتي غير مصرح بيها من وزاره الصحه ولا منظمه الغذاء والدواء الامريكيه. هي مجرد انت متكيه على البنزين ومتكيه على الفرن، مجرد ما تبطلي الدواء خلاص بيحصل سمنه ازيد بكتير من الاول، لانك بتحطي نفسك تحت اضطراب هرموني معين. هنا احنا عاوزين بقى ننسى الكلام ده كله، عاوزين نلغي هذا الكلام ونلغي فكره الخوف. كانت الناس مجرد ما تبتدي نظام الاكل ان هي معتبره ان هو داخل معركه حربيه، وان يبتدي يجيب اكله بقى كله ويجيب بتاعه ويزور حبايبه ويمكن ويودعهم وبتاع، انا بكره هعمل نظام اكل، فكانت دي بتبقى مشكله. لا احنا عاوزين نلغي الكلام ده كله، احنا عاوزين نعرف ان الاكل هو المحفز الرئيسي على الحرق. الاكل بانتظام هو الحاجة الوحيدة اللي هتحفزك وتحفز جسمك، لو حرمت جسمك من الأكل مش هيحرق كويس. صحيح. لأن الآلة دي مش هتاخد المادة الخام بتاعتها، فبالتالي مش هتشتغل. والحرق وظيفة من وظائف الجسم، فبالتالي عشان تزود التمثيل الغذائي لازم تاكل، الشهية لازم تقل. احنا كنا لازم نعرف الأكل حتى لو في عامل وراثي للسمنة، حتى لو في أي حاجة تقدر أنت توقفه. ان انت تاكل اكل بانتظام وظبط امورك وشهيتك تقفل. انت زدت في الوزن نتيجه كميات اكل كبيره على مدار الزمن، لازم تقلل كميات الاكل عشان تنزل في الميزان. طب تقلل كميات الاكل في عندك شهيه مفتوحه قدرت تتحكم فيها، تمام. ما انت قادر تتحكم في شهيتك يبقى الالياف
هتبقى جزء كبير من حل هذه المشكلة. المعادلة أو المعاناة دي. طيب هي الفكرة كلها فكرة تقلل الأكل وخلاص. طيب إيه المشكلة؟ ما أنت ممكن تقلل، ممكن تدي الواحد مثلا 1000 سعر حراري وتدي للتاني 1000 سعر حراري، هو نفس السن ونفس الطول ونفس الوزن، وتلاقي واحد بيخس واحد ما بيخسش. واحد ما بيخسش، ما ان الألف سعر حراري دول ما ممكن ما يتحرقوش، ممكن ما يشتغلوش نتيجه عاداتك الغلط، فانت جسمك اصلا نايم مش هيشتغل. فبالتالي لكن التاني ماشي على النظام، بياكل بانتظام، بيفطر الصبح وما يقوم النوم، وبالتالي بيجيب نتيجه وبيخس، وبالتالي بيخس. ده انت عايزاه يحرق الألف سعر حراري دول ويبتدي ياخد من المخزون اللي عنده عشان يخس عشان يحرق. فبالتالي هي ليها معادله وليها طريقه، لو نفذناها بدون حرمان هتلاقي الامور بتمشي كويس جدا. طيب ايه رايك ناخد بقى سؤال معانا اسئله كتير نستغل حضرتك بينا. ناخد اول سؤال من مدام فاطمه. مدام فاطمه بتقول انا عندي ضغط عالي وكوليسترول ونقرس وضربات قلبي دايما سريعه، هل الالياف هنا تجيب نتيجه معاها ولا لا، خصوصا انها بتعاني من امراض كتير؟ تمام. ضغط عالي وكوليسترول و ضربات قلب دايما، وضربات نقرس، عندها نقرس ونقرس. طبعا واضح جدا ان كلها مشاكل مش لازم ومش لازم يكون وزنها كبير، بس هي طبعا هي الفكره كلها ان كل المشاكل دي طبعا هي من اشهر مشاكل السمنه. يعني الضغط العالي، الكوليسترول، المشاكل بتاعه المفاصل والكلام ده كله، وزياده ضربات القلب. هنبدا طبعا نستخدم الالياف عشان نقلل من كميه الاكل بتاعتها، ان الالياف ليها دور وعامل على الكوليسترول نفسه، فهنبتدي مع نزول الوزن تتحسن الامور وضربات القلب تتظبط. مفيش مشكله في ان احنا نستبعد شويه مشاكل زي خمول، زي زياده افراز الغده الدرقيه، ليه ضربات قلبها سريعه، عاوزين برضو نطمئن على النقطه دي. لكن هي لو مجرد هي كل الامور سليمه ومجرد هو زياده الوزن هي اللي مسببه كل المشاكل دي، طبعا مع ان احنا نقلل كميات اكلها هتنزل في الميزان وتتحسن كل الامور ان شاء الله. تحسن في كل المكان ردا على السؤال اللي فيه. طيب في سؤال من نهى بتقول انا عاوزه انزل 15 كيلو بس انا عامله غده درقيه ووالده 3 مرات، بتنفع معاها الالياف الطبيعيه ولا لا؟ مفيش اي مشكله خالص. هي والده 3 مرات وعامله الغده الدرقيه، لازم يعني تقريبا انا كده فهمت انها مستأصله الغده الدرقيه يمكن او كده. الغده الدرقيه هي المايسترو، هي المحفز، جزء كبير صحيح. جدا من التمثيل الغذائي بيعتمد على هرمونات الغدة الدرقية. فأي حد عنده خمول في الغدة الدرقية رجاءا التزم بالدواء، التزم ببديل الغدة فور لايف، مدى الحياة، لأن أنت من غيرها هيبقى فيه شوية مشاكل حتى طبعا. غير السمنة. طبعا بنصحها أن هي تعمل تحليل الغدة الدرقية بتاعها وتاخد بديل الغدة. وبالنسبة لي لو هي بتسأل عن الألياف يبقى دي من زاوي الشهية المفتوحة عفوا، أو الناس اللي مش قادرة تتحكم في شهيتها. مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص انها تاخد الالياف، تاخد الالياف وتنظم اكلها بشكل منتظم، هتنزل في الميزان ان شاء الله. طب في بعض الناس يا دكتور بتقول لك يعني احنا دلوقتي عايزين نستخدم الالياف ولكن برضو عايزين طريقه الاستخدام بتكون ايه؟ هقول لك طريقه الاستخدام هي بسيطه جدا. هي الفكره كلها ان احنا بنوضح لك قد ايه هي بتشتغل، قد ايه هي تقدر تكون مركب صلب جوه المعده، انها هتفضل جوه المعده 10-15 ساعه فتشعرك بالاشباع فترات طويله. واحنا الشبع بيوصل عن طريق ان المعده يكون فيها اكل او يكون فيها حاجه بتشغلها، فيحصل رساله شبع تروح للمخ فتقول زي ما احنا خلص. شايفين كده يا دكتور زي ما انت شايفه يعتبر معدتين زي ما حضرتك بتقول بالظبط. دي معدتين، الكوبايه اللي اتحط فيها الالياف دي كوبايه فيها طبقه زيتيه او طبقه دهنيه تمثل الدهون اللي موجوده، والكوبايه الثانيه فيها شويه ميه. قد ايه لما الالياف هي ليها قدره كبيره على انها تمتص الميه، وبعد ما تمتص الميه تكون مركب صلب او مركب شويه فيه سمك سميك. هذا المركب بينشف، كل ما هتسيبيه هيبدا الاول يشرب كميات ميه كبيره فيشغل حجم كبير جوه المعده، فيسيب حاجه صغيره جوه المعده، ربع المعده مثلا، تلت المعده، وبعدين يقف جوه المعده ما ينزلش، لان هو مركب صلب زي ما انت هتشوفي دلوقتي اصلا. احنا بنقلب الالياف بتزداد لزوجه وسمكا، وحتى واحنا بنقلبها بنحس شويه ان المقاومه زادت. تمام. وبالتالي المركب ده لو انت شايف حتى هو ما خدش جنب الكوبايه، ما انت عشان المركب يبقى سميك او يكون حاجه صلبه ممكن ياخد جنب الكوبايه مثلا ويعمل مركب ويعمل حاجه بس كتله في جزء معين بالظبط. هو بيتشكل حسب اي حاجه، يعني لو بدلنا الكوبايه دي بكوبايه بشكل مختلف حتى هيتشكل لو بتشوف المعلقه ما بتقعش، يعنيها ان هو ماسك على الكوبايه، هو مركب سميك. بتشرب وراك كوبايتين ميه بحسب الوزن، لو الوزن مش كبير قوي ممكن نشرب كوبايتين ثلاثه، لو اصحاب السمنه المفرطه بيشربوا لتر ميه. كل ما هتشربي ميه كل ما هي الالياف هتشربها وتملى المعده اكتر. الجزء الثاني من الكوبايه الثانيه هي الالياف قد ايه بتتحد مع ماده الزيت او الماده الدهنيه وبتبدا تحوط عليها وتنزل بيها على تحت او على الامعاء الدقيقه ثم الاخراج بدون امتصاص. جميل جدا.
لو احنا الطبقه الزيتيه قلت خالص، يعني انت لو كده من جنب الكوبايه انت مش شايفاها اصلا طبعا، لان هي امتصتها ونزلت بيها بدون امتصاص. فيبقى انت عملتي حاجتين، اشعرتي الناس بالاشباع اللي هي المشكله، اعتقد ان المشكله الرئيسيه هي النهم او الشراهه في الاكل. صحيح. وقد يكون الشراهه في الاكل على فكره بيجي بعض الناس يقول لك انا مش باكل كتير. انت ممكن تكون الشراهه في الاكل هي وجبه واحده. يعني انت ممكن تكون انت مقيم نفسك انك ما بتاكلش طول اليوم، ولكن ده انا باكل وجبه واحده يا دكتور، فين الشراهه؟ ده انا ما باكلش. فلما تتكلمي معاه تفاجئ ان هو بيحكي لا، ده بينزل اكل مثلا اكله واحده في اليوم، بيقعد طول اليوم بره الشغل في الشغل ويرجع البيت ياكل اكله واحده، وهذه الاكله بتكون كمياتها كبيره جدا. فبالتالي الناس دي كل دي شراهه بالنسبه لنا في الاكل. الناس اللي بتنقنق حلويات كتير، الناس اللي طول اليوم بتاخد حاجات ذات سعرات حراريه عاليه، يقول لك انا ما باكلش وباكل في الشغل شوكولاتايه وباكل باتيهايه مع شاي بلبن وباكل مش عارف ايه. فده كله ده هيساهم كتير جدا الالياف انها تعالج كل مشاكل الشهيه دي. طيب احنا معانا مدام لبنى على التليفون. الو الو. ايوه اهلا بيكي مدام لبنى. اهلا بحضرتك. قولي لي مدام اتفضلي. انا طبعا استخدمت المنتج وبصراحة يعني مبسوطة جدا جدا من النتيجة بتاعته، هايلة بصراحة. طب قولي لنا، طب حسيتي بفرق ازاي في حياتك؟ الفرق يعني ابسط حاجة ان العادات الغلط اللي كنت بستعملها ابتدت تقل طبيعي، يعني اكل الشوكولاتة كتير، شرب الحلويات البيبسي او اكل الحلويات الحاجات اللي هي الواحد زي ما الدكتور كده بتزود الوزن بطريقة ملحوظة على طول، ما بيحسش ان هو بياكل في نفس الوقت، يعني حاجات بسيطه ما بيحسش ان هو بياكل. فابتديت ان انا حتى ما عنديش رغبه ان انا يعني اكل منها بكميات كبيره، ولو موجوده قدامي باخد حاجه صغيره قوي خلاص. نزلتي كام كيلو يا مدام لبنى؟ انا نزلت 4 كيلو في اسبوعين. ده كويس جدا. احلى حاجه انت قلتيها النهارده ان انت بداتي تاكلي اللي انت بتحبيه ولكن بكميات قليله. تمام، انت كده حققتي الهدف. هو ده الهدف. انا عايزك طول اليوم تقسمي وجباتك، مش عايز، انا عايز اكل على مدار اليوم. انا دايما بنصح بنظام غذائي يا ريت بيمشي عليه، الفطار وبعدين فاكهه وبعدين خيار وبعدين الغداء وبعدين العشاء 5 مرات، يعني 3 وجبات رئيسيه ووجبات وسناكس او وجبات خفيفه ما بينهم. هنا هتحافظي على معدل التمثيل الغذائي بتاعك ثابت طول اليوم، وهتشعري بالشبع اكتر، والاهم من الشبع انك تحرقي الاكل اللي انت اكلتيه. اكيد. احنا بنشكرك مدام لبنى. شكرا لك. عايزه تضيفيه؟ شكرا. بنشكر مدام لبنى. معانا اتصال تليفوني. مدام حنان. الو الو الو. اهلا بيكي، اتفضلي يا مدام حنان. اهلا بيكي. ايوه، اول حاجه انا عايزه اشكر دكتور احمد جدا على الاختراع الجميل ده بصراحه. قولي لي بس قبل ما حضرتك طبعا تدخلي في الحلقه، قولي لي حسيتي باختلاف مع الالياف، كنتي كام كيلو بقيتي كام كيلو؟ انا كنت 86 وخسيت 6 كيلو في 14 يوم بالظبط. هايل جدا. أنا طبعا اسبوعين. هايل كويس قوي. انا طبعا بشكرك على شكرك، وانا يعني سعيد جدا بده يعني دكتور احمد، وانا الحمد لله حضرتك انقذتنا والله. ايوه صح. انا واحد قبل ما اجرب الاعشاب. هايله ممتازه جدا، ان شاء الله استمر عليها باذن الله. انا كلامك ده بيدينا يعني طاقه ايجابيه وبيسعدنا، ويا رب ان انت تكوني زي ما حضرتك اديتنا طاقه ايجابيه وكل حاجه ايجابيه الحمد لله. ده انا سعيد جدا بيكي، ويا رب ان شاء الله نسمع صوتك وانتي نازله 20 كيلو كمان ان شاء الله. تنزلي بقى ومحرقه اكتر ونزول اكتر في الوزن. نفسي اوصل الوزن المثالي باذن الله ان شاء الله. اكيد الاصرار والاستمرار والاكل الصح. احنا مش عاوزين الالياف تحرمك من الاكل، احنا عاوزين ناكل بشكل منتظم عشان تستمري في النزول. اللي انا بعمله مع الولاد يعني عادي، ما عملتش اي حاجه يعني غدا مختلف، انا باكل الغدا بتاعي عادي. بالظبط، واحنا مش عايزين غير كده. ممتاز. في اي سؤال حضرتك تضيفيه يا مدام حنان؟ لا انا عايزه اشكره بس. احنا اللي بنشكر حضرتك على اتصالك بينا. اتفضلي. طيب نكمل الاسئله معانا يا دكتور. في سؤال من منال بتقول ان وزنها 90 كيلو وعايزه تنزل 20 كيلو بس عندها الحرق ضعيف، الالياف هتنفع معاها ولا لا؟ طبعا الكلمه دي بتجنني، معرفش يعني جابوها من يعني الحرق ضعيف ده جابوه منين؟ يعني احنا بناكل كتير. اقول لك ازاي بيجيبوها منين؟ هما يعني ايه بيبقوا مش عارفين يخسوا، مش عارفين ينزلوا في الوزن، فده الكلمه الحرق ضعيف. الحرق خلاص ضعيف. الحرق عندها ضعيف عشان بعد كده بقى ما يقولش انت المفروض تعمل حاجه وما عملتهاش. لا طبعا لا طبعا، هو مفيش الحرق ضعيف ولا حاجه. الحرق ضعيف ده عند بعض المرضى اللي هم عندهم مشاكل مثلا في الغده الدرقيه، ودول قليلين مقابل الناس اللي عندها سمنه.
بالتالي ارجوكي ما تقوليش الحرق ضعيف، جربي بس تنظمي اكلك وتاكلي بشكل منتظم وتقفلي شهيتك وتقللي كميات الاكل بتاعتك للنص من غير اي حاجه. لا قادرة عندك الشهية، عندك الإرادة تمام، ما عندكش الإرادة ممكن تاخدي الألياف، فتقللي كميات أكل بس، يعني مفيش أي مشكلة. احنا مش عايزين مفيش صعوبة. حضرتك لو بتاكلي رغيف بلدي الصبح كلي نص. نص. حضرتك لو بتتغدي 10 معالق رز كلي 5. وقسمي وجباتك على مدار اليوم واشربي مية كتير. هتفاجئي في النهاية إن الحرق بتاعك طبيعي جدا، لأن أنتِ أرجعتي الأمور لأصلها وعملتي الكتالوج الرباني اللي ربنا خلقك عليه. أنتِ لازم تدي جسمك كل شوية كالوريز عشان تبتدي تحرقها، تديكي طاقه فيبتدي الجسم يشتغل، بتشغليه على مدار اليوم. طبعا هتساعدك جدا 90 كيلو برضو واضح انها اكلت كميات اكل كبيره في فترات معينه. هنا الالياف هي طبعا ما شرحتناش في سؤالها هي خلص. مشكلتها في اي وقت او كده، بس زي ما احنا قلنا الناس اللي بتاكل بالليل، الناس اللي بتاكل طول اليوم، التليفون اللي جالنا بتاع انا كنت باكل على كلامك صح، بس بقيت اكل كميات قليله، الناس دي كلها يقدر يناسبها. برضو الناس اللي احنا عملنا لها تنسيق قوام بقى بروتوكول دلوقتي، احنا بنشفط الدهون بنعمل تنسيق قوام جلسات وندي الالياف عشان نبقى محافظين على النتائج اللي احنا وصلنا. ده جميل، ده كان ردا على السؤال اللي فات معانا مدام سعاد بتقول لحضرتك بقى مشكلتي عندي ضغط وعندي سكر وعند عمليه قلب مفتوح، هنا حلو ينفع ده معاها دول الالياف ولا لا؟ طبعا طبعا الناس دي اهالينا وحبايبنا اللي بيشتكوا من موضوع الضغط والسكر والكلام ده كله، احنا كنا فتره من الفترات مش عارفين نتصرف ازاي. لما كنا بنديهم نظام اكل هم بيجوعوا غصب عنهم بعد ما تاخد جرعه السكر، جزء طبعا منه نفسي، ده انا واخد الانسولين يا دكتور ببقى عايز اكل وبتاع. فدول كان عندنا مشكله، عندهم تراكم للميه في جسمهم بشكل كبير جدا. ما احناش عارفين نتصرف ازاي، ما احناش عارفين نشجعهم، مش عارفين ننظم لهم اكلهم. هنا الالياف ساعدتنا كتير قوي بقى مع دول. ليه بقى الالياف ساعدت كتير؟ الالياف بتملى المعده، فلما بتملى المعده بتخلي مرور الاكل ببطء وامتصاصه بالتالي ببطء. هو مريض السكر ما عندوش كميات انسولين كافيه او الانسولين بتاعه مش شغال قوي، ما ينفعش تديله دفعه من الاكل مره واحده فيبدا يحصل اضطراب في السكر. لما بتمرري الاكل ببطء فيمتص ببطء فانت محتاجه كميات انسولين قليله، فيبتدي هو يشعر بتحسن طول الوقت بثبات معدل السكر مع كميات الاكل بتاعته القليله. الحاجه الثانيه امتصاص الميه، الالياف وهي نازله بتمتص جزء كبير جدا من الميه، الناس بعد ما تاخد الالياف بترد عليها تقول لنا احنا طول النهار رايحين جايين على التواليت، ودي حاجه مهمه ومفيده، ده انا ببقى مبسوط لما اسمع كده. جسمك بيتخلص من الميه المحبوسه جواه، احنا نسبه الميه في جسمنا ليها معدل طبيعي. فلما بتنزل الميه دي بتبقى احسن بكتير. طيب. جميل جدا. في سؤال من مدام ليلى بتقول انا ابني عنده 10 سنين ووزنه كبير بس مش قايله قد ايه، مش قادره ان هي تحرمه من الاكل، بيصعب عليها وفي نفس الوقت مش لاقيه حل، الالياف هتنفع معاه؟ طبعا الالياف من 6 سنين تنفع معاه، يقدر ياخد الالياف، هتقدر تتحكم. طبعا هي مشكله اطفالنا، طفلك لما بيكون عايز يعني عايز مش قادره اقول له لا، مش قادره طبعًا. ولكن الحقيقه لازم نجيب على نفسنا قلبنا شويه، لان احنا بندفعهم لمنطقه مش لطيفه في السمنه، والنهارده اصبح الشكل هو كل شيء. صحيح. عشان تنجحي في حياتك لازم يكون جسمك شكلك كويس. في وظائف النهارده بتحتم عليك الوزن يكون لطيف. بالنسبه ارحميه من الفراخ البانيه ارجوكي، ارحميه من الاطفال دلوقتي ما بياكلوش الا كريب المقليات. وفراخ بانيه طبعا، كريب وفراخ المقليات دي كل يوم حتى الفطار بقى بالظبط. ارجوكي عوديه على ان انت تاكليه، مش بقول لك مشوي، اعملي له الاكل في خضار، اعمله له بالصوصات اللي هو عايزها. صح. اعملي اي حاجه بس بلاش المقلي في زيت. طبعا 10 سنين هيناسبه جدا الالياف، هنديها له في الفتره اللي هي عارفه كويس مامته فيها هو بيجوع امتى او بيبقى عنده نهم في الاكل امتى، وتقدر تنظم له اكله. يعني اي حد عنده طفل وعنده مشكله بالزبط. في السن اطمني دلوقتي بس يبعدوهم عن الفراخ البانيه، بس يبعدوهم عن الفراخ البانيه، هي امنه جدا على الاطفال. بنشكر حضرتك. وصلنا يا دكتور معاك لنهايه فقرتنا. مشاهدينا نحب نوجه الشكر للدكتور احمد عبد الله استشاري علاج السمنه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه. نورتنا يا دكتور احمد. متشكر جدا. بنشكر حضرتك يا دكتور احمد ونورتنا النهارده. ربنا يخليك يا مروه، متشكر قوي. مشاهدينا وكده فقرتنا انتهت، استنونا دايما فقرات جديده من الطبيب، اشوفكم على خير في رعايه الله.